الحياة داخل لوحات فان جوخ وكاميرا أندي وورهول الخفية وريو دي جانيرو تتزين للأولمبياد. فلنبدأ باحتفالات الصين بالعام القمري الجديد. المصابيح التقليدية تملأ شوارع المدن الكبرى. أما هذا العرض الذي انطلق في مدينة جويانغ جنوب غربي الصين فذو طبيعة مختلفة، حيث تحل المصابيح الصديقة للبيئة محل الأخرى التقليدية. الاحتفالات ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري. كيف تكون الحياة داخل لوحات فان جوخ؟ يمكنك تجربة هذا الإحساس في معرض فان جوخ حياً بمدينة تل أبيب الإسرائيلية. المعرض التفاعلي يوفر فرصة نادرة لمشاهدة جميع أعمال فان جوخ تحت سقف واحد. اللوحات تعرض على شاشات عملاقة فوق الجدران والأعمدة فتحتضن المشاهدين من كل جانب. هذه بعض من الصور الشخصية التي التقطها الفنان الأمريكي أندي وورهول سريعاً لأصدقائه من المشاهير وغير المشاهير. وورهول استخدم آنذاك كاميرات بولارويد التي توفر خدمة تصوير فورية، ولم تكن الكاميرا الصغيرة تفارق يد وورهول أينما ذهب. الصور تعرض حالياً في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. هكذا تتزين مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لاستقبال الألعاب الأولمبية في عام 2016. هذه الجدارية العملاقة أقامها 8 فنانين لتزيين منطقة الميناء القديمة. الجدارية تقع على مساحة 2000 متر مربع وتعد الأكبر في المدينة، وقد استخدم الفنانون حوالي 1500 زجاجة طلاء لرسمها. غادة ناصف، BBC.